So Judge A will be Mr. Abderrauf Abbas from Egypt, Judge B from Germany, Mr. Klaus Piste, Judge C from Great Britain, Ms. Heidi Deidre, Janet, Judge D from Morocco, Mr. Abdelwahid Magoul, Judge E, Mr. Paulo Joseph Angelo from US. Okay, ready? Let them in and good luck. نستقبل المهرات بالتوفيق للجميع. الفئة الثالثة وثمانية مهرات في أرض الميدان بدخولها الجماعي. Class number 3, fillies 3 years old, a total of 8 fillies competing in this class. بعد مغادرة هذه المهرات نستقبل كل منها على حدة. As the group is leaving the ring, the group of beautiful fillies in class number 3, we are awaiting now to welcome the first of them, wishing them all the best of luck.
إذا نسعد ونستقبل المهرة الأولى. Ready for the first filly in class number 3. بداية منافسات الفئة الثالثة مع المهرة رقم 34. كتبت العديد من الكتب عن الخيل العربية، شارككم ببعض أجمل ما قرأت عن هذه الكتب لأبي القاسم حسين الأصفهاني، كتاب أروع ما قيل في الخيل، وهناك كتاب وصاف الخيل في الجاهلية لسلامة بن جندل الغنوي، وهناك كتاب الخيول العربية الأصيلة للكاتب جابرييل برازيل، هناك كتاب قانون صفات الخيل العربية وهي دراسة تأصيلية لابن عبيدة والأصمعي للكاتب عبد العزيز عبد الله القرشي. العديد من الكتب والمؤلفات كتبت في جمال وأوصاف الخيل العربي. Can we have the next filly please? ننتقل لمنافسة أخرى. Next. نبدأ مع أول نتيجة وهي لقطر والمهرة رقم 34 شوق الجاسمية المزرعة أو المربي عفوا والمالك مزرعة الجاسمية، وما شاء الله 92.30 لهذه المهرة تصعب المنافسة في هذه الفئة. نبدأ تفاصيل الهوية العربية 19.5 مرتين
معدل الرأس والعنق 19.75 عند حكم الأول والثاني، ثم 19.25 19.75 19.5 الجسم 18 19 19 مرتين، قوائم 15.5 16 16 16 و16 حركة للشوق الجاسمية 19.5 19 مرتين 19.5 و19 و92.30 صدارة ومجموع عالي ما شاء الله لشوق الجاسمي. Apparently the competition will be tough in this class as we're starting with a score of 92.30 for Al Jasimiya Farm and Shoq Al Jasimiya for Qatar 92.30. شكرا يا مهرة 37. نستقبل التالية. Can we have the next competing filly؟ ومعي نتيجة أخرى وهي للمهرة رقم 37 لبدوة الخير المالك والمربي الهواري صلاح من المغرب الهوية العربية لهذه المهرة 18.5 مرتين 19.3 مرات معدل الرأس والعنق 18.75 18.75 ثلاث مرات 19 الجسم أربع مرات 18 و17.5 قوائم 15.5 14.5 14.5 15 حركة لبدوة الخير 18.5 ثلاث مرات 18 18.5 لمجموع 89 نقطة. For Morocco, filly number 37 بدوة الخير owned and bred by Mr. Al Hawari Salah got a total of 89 with all the details on the screen. 89 points, filly number 37. Thank you. تغادرنا هذه المهرة ونستقبل أخرى. Next.
أمام الحكام مهر رقم 39 معي نتيجة المهر رقم 38 شاه آسيا المالك والمربي من فرنسا SCEA روزيري. الهوية العربية 18.5 مرات 19.5 معدل رأس العنق 18.5 19.75 19.25 19. الجسم 18.17.5 3 مرات 18 قوام 14.5 مرتين 15 15.5 15.5. حركة لشاه آسيا 19 مرتين 19.5 19 مرتين. المجموع 89.70 في المركز الثاني حاليا بعد المتصدرة شوق الجاسمية. For France, filly number 38, Shah Asia, got a total of 89.70, owned and bred by SCEA Rosary. Thank you, filly number 39, for your performance. Can we have the next contender? نستقبل المهرة اللي بعد. عودة للنتائج مع نتيجة المهرة رقم 39 AS شيخة المالك والمربي أستاذ أحمد محمد علي الشميلي دورة الإمارات العربية المتحدة. والمجموعة أمامنا 90.80 لتقف هذه المهرة مؤقتا في المركز الثاني. للهوية العربية حصلت على 19.5 مرتين 19 19.5 19. معدل الرأس والعنق 19 25 19.75 18.75 19.5 19.25. الجسم 18 مرتين 17.5 18 17.5. قوام AS شيخة 15.5 مرتين 15 15.5 15.5. وللحركة 19.5 19 18.5 19.5 19. مجموع 90.80 في المركز الثاني المؤقت. Total of 90.80 for the previous filly number 39 AS Sheikha for United Arab Emirates owned and bred by Mr. Ahmed Mohammed Lishmeli. 90.80 temporary in second place.
Let's thank Philly number 40 and wait for the next. نستقبل المهرة اللي بعدها. نتعرف على نتيجة المهرة رقم 40 مراكش للمغرب والمالك دارم يوسف 92.15%، إذا تحتل المركز الثاني وتبقى شوق الجاسمية من قطر في الصدارة بفارق بسيط 92.30. تفاصيل مراكش والمركز الثاني حتى الآن: الهوية العربية 20.19.5 19.19.5 و20، برافو. معدل الرأس والعنق 19.75 19.19 19.75 مرتين، جسم 19 4 مرات 18، القوائم لمراكش 15.5 15 16 16 و16، حركة 19.5 و4 مرات 19. إذا مراكش والمهرة رقم 40 92.15 في المركز الثاني المؤقت، برافو. 92.15 for the previous Philly number 40 for Morocco. It's Marrakesh, owned and bred by Darim Youssef. 92.15, second place so far. شكرا للمهرة رقم 41 ونستقبل متنافسة أخرى. Can we have the next filly? Calling the next filly for the arena. أمام الحكام المهرة رقم 42 ومعي نتيجة المهرة رقم 41 شهرة العز للمغرب والمالك المربي أم العز محمد، الهوية العربية 18.5 18 و3 مرات 18.5، معدل الرأس والعنق 17.75 مرتين، 18.5 18 75 18.25، الجسم 17.5 مرتين 18 17.5 18، القوائم 15.5 15 15 مرتين 15.5، الحركة ثلاث حكام 19 ومرتين 18.5، مجموع شهرة العز 88.40. The result of filly number 41 شهرة العز for Morocco 88.40, which is owned and bred by Umm Al-Az Muhammad, 88.40.
42. Thank you. تغادر المهرة رقم 42. نستقبل التالية. Can we have the following filly please to the arena? نتيجة المهر رقم 42 نبيل بوزنيقة للحارس الملكية ببوزنيقة للمغرب الهوية العربية 18.3 مرات 19 مرتين. معدل الرأس والعنق 18.75 مرتين 18.25 19 مرتين. الجسم 17.5 3 مرات 18. قوائم 15.5 15 15.5 3 مرات. حركة 18.5 عند 3 حكام و 19 و 18.5. المجموع 89 درجة فاصلة 25%. 89.25 for the previous filly number 42 نبيلة بوزنيقة on the bread by حرس رويال دو بوزنيقة for Morocco. اوكي اذا هي اخر المهرات. That was the last filly in this class. Thank you. Judges, thank you. And thanks for the ringmaster. تغادرنا الان اخر مهرة رقم 43. تعرف على نتيجتها وعلى المراكز الثلاثة الاولى. نتعرف على نتيجة المهرة رقم 43 وهي جوهرة العصام المالك فيلالي مسكاني كريم من المغرب والهوية العربية 18 4 مرات 18.5. معدل الرأس والعنق 17.75 18.25 18.25 18.75 و18.5. الجسم مرتين 17.5 18 17.5 18. القوائم 15 من كل الحكام. الحركة لجوهرة العصام 3 مرات 18 مرتين 18.5 ومجموع 87.60%. 87.60 was the result of the last fillies number 43 جوهرة العصام for Morocco on the brand by Filali Miskani Kari. 87.60. ننتقل إلى نتائج المراكز الثلاثة الأولى. مبروك لقطر والشوق الجاذبية مركز الأول. مبروك للمغرب ومراكش المركز الثاني. مبروك لدولة الإمارات العربية المتحدة وإي إس شيخة المركز الثالث. The top three winners in class number three. Filly number 34 شوق الجاذبية in first for قطر. Filly number 40 مراكش for Morocco. Filly number 39 AS Sheikha for United Arab Emirates.
ثلاث مباراة جميلة احتلت الصدارة والمركز الثاني والثالث. دعونا ندعو مشكورا المربين الأفاضل من دولة الإمارات العربية المتحدة ومن مربط عجمان يتفضل السيد خالد غانم العميري، وأيضا من المغرب المربي العطواني محمد من مربط العطواني. تفضلوا معنا للتتويج مشكورين. مبروك لقطر والمركز الأول، ومبروك لمزرعة الجاسمية. شوق الجاسمية تحتل المركز الأول. Congratulations to filly number 34 شوق الجاسمية. She is by Picasso D.I.M.R. out of شادية الجاسمية. Congratulations to الجاسمية فارم قطر. مبروك للمغرب والمهرة رقم 40 مراكش. نبارك للمالك المربي دارم يوسف. Second place for Morocco filly number 40 مراكش by Shiraz Dulafo out of Merida J. Congratulations Morocco. المركز الثالث مبروك لدولة الإمارات العربية المتحدة. نبارك للمهرة رقم 39 AS شيخة، ونبارك لمالكها سيد أحمد محمد الشميلي. Third place for United Arab Emirates she is AS شيخة. She is by Anjim Mirzan out of MG Amira. Congratulations to United Arab Emirates. شكرا جزيلا للسيد خالد غانم المعمري مربط عجمان، وشكرا للعطواني محمد من مربط العطواني. شكرا للتتويج. إذن أعزائي نستعد للفئة القادمة والتي